وفي استمرار لسلسلة انتهاكاتها بحق الشعب اليمني منعت ميليشيات الحوث الإيرانية 36 منظمة إغاثية دولية وعربية ومحلية مختصة في المجال الصحي منعتها من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها دون الموافقة المسبقة على أنشطتها كما أصدرت وزارة الصحة في حكومة الإنقلاب غير المعترف بها تعميما إلى جميع مكاتب الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها يقضي بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية